اشرح لي ايش الفرق بين العملات المربوطة والعملات المعومة عشان افهمها. العملة المربوطة خلني باخذها على فترتين، الفترة الأولى اللي كانت بعد بريتن وودز أن يكون عندك تغطية 100% من العملات الصعبة والذهب، وعملتك مثبتة مقابل الدولار، والدولار مثبت مقابل العملة المحلية، مقابل الدولار مثبت مقابل الذهب ب 35 دولار مقابل الذهب. هذا الواقع اللي كان سائد. لما فك الارتباط في 1971 ميلادي، الآن الدول اللي رابطة بالدولار أو رابطة بالجنيه الاسترليني أو رابطة بالفرنك الفرنسي أو غيرها من العملات، خاصة الدول النامية اللي مرتبطة خاصة المستعمرات أو غيرها، هالربط الآن هو مرتبط بهذه العملة. الآن ما صار فيه ربط عالمي ثابت، ربط حسب العملة اللي أنت مرتبط بها، هذا واحد. ثانيا، ما عاد تحتاج وجود تغطية 100%، أنت تحتاج تكون عندك تغطية كافية للتدخل في الأسواق. يعني في الآونة الأخيرة صندوق النقد الدولي يرى بأن يكون عندك ما يعادل من 4 إلى 6 أشهر من وارداتك تغطي كاحتياطيات، هذه كافية. يعني ما تحتاج أن تغطي العملة 100% في هذا الواقع لأنك تتدخل في الأسواق في مقابل ذلك. طيب وش اللي اختلف الآن؟ أصبح عندي نظام نقدي قائم على جزئيتين. الأول المعوم اللي يحدده الطلب والعرض، فصارت العملات ما هي زي اول، تروح تطلع وتنزل، وهنا فيها تاثير ثاني على الاقتصاديات وعلى الاسواق، تضخم وعلى الانتاج، التضخم والمخاطر. يعني كمثال، شركه مثل شركه هوندا تربح 40 مليون دولار مقابل تذبذب الين مقابل الدولار بين واحد، وانت تتكلم على الين كان 300 ولا 200 وشوي، بعدين نزل الى 100 وشوي، فالذبذبه واحد هذه سهله ممكن تصير خلال اسابيع. يعني كل واحد يتغير 40 مليون. 40 مليون ربحا او خساره. سياره مثل بورش، شركه مثل بورش كانت ارباحها في الغالب تتحقق بسبب سعر الصرف. شركه مثل الاتصالات السعوديه عندنا في 2007 تقريبا خسرت 2.3 مليار بسبب تذبذب سعر الصرف، انها استثمرت خارج المملكه في استثمارات ومع تذبذب سعر الصرف. كل هذا الرقم بالضبط، هي ارباحها كانت حدود 12 مليار وشوي، فنزلت الى 9 مليار وشوي بسبب سعر الصرف. بسبب سعر الصرف. في المتوسط الدراسات تقول الشركات الدوليه اللي تشتغل في الاسواق الدوليه تخسر تقريبا 10% في المتوسط بسبب تذبذب سعر الصرف. اصبحنا نقول للشركات هذه سعر الصرف وتذبذبه هو جزء من تكاليفك، ما تقدر تلغيها صفر، لكن تخفف مخاطرها عليك بالسياسات. فالأثر حقيقة كبير جدا على الأسواق. طيب لما تكون هي جزء من التكاليف معناته ترفع التكلفة، وارتفاع تكلفة الإنتاج بينعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات المقدمة للأفراد، يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد لأنها بتنخفض القدرة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار والريسك اللي يقابل. فأنت عندك أثرين، أثر تذبذب العملة والمخاطر اللي يواجهها الأفراد، وأثر الانخفاض المستمر في قيمة العملة بسبب التغير القيمة مع الوقت، اللي لازم يكون عندك التضخم المستمر ليعوضها.